اجتماع تحضيري من أجل الدفع بديناميكية الرياضة بشكل عام، ديناميكية الرياضة بشكل عام خصوصا كرة القدم على مستوى فرنسا. فهو كان اجتماع تحضيري لطرح الفكرة والاستماع إلى الأفكار وتعميق النقاش من أجل تحضير المحطات المقبلة كدوري كأس الجمهورية الذي سيقام في برشلونة بإسبانيا، وكذلك مجموعة من الدوريات في فرنسا. والهدف هو تشكيل جمعية رياضية صحراوية على مستوى فرنسا تعتني بهذا الشأن الرياضي بجميع جوانبه وجميع الرياضات.